البيضة الحمراء لأوسكار كوكوشكا. كان الفنان كوكوشكا رساماً وكاتباً ومنتج مسرحي، وعمل بالانطباعية والتعبيرية، فعمل في مجال الطبيعة والبورتريه والطباعة الحجرية وغيرها الكثير. استخدم في لوحاته الألوان والإضاءة لإبراز الجانب التعبيري للوحة، واستخدم تقنيات متعددة في ضربات الفرشاة، حيث استخدم الخطوط القصيرة والطويلة والضعيفة والعريضة. رسم أوسكار لوحات عن السياسة، ومن بينها لوحة البيضة الحمراء. رسمت اللوحة عام 1941، وقد عمل أوسكار بالألوان الزيتية على الكانفاس. اللوحة تتحدث عن أحداث اتفاقية ميونخ بعد الحرب العالمية الأولى، والتي نصت على قبول بريطانيا وفرنسا طلب ألمانيا بضم أحد أقاليم تشيكوسلوفاكيا. كانت الاتفاقية تختص بمنطقة سوديتنلان في تشيكوسلوفاكيا. سمحت هذه المعاهدة الألمانية بضم إقليم سوديتنلان، وفي المقابل وعد هتلر بأن تكون هذه آخر منطقة يطالب بها في أوروبا، واعتبرتها بريطانيا وفرنسا محاولة لتجنب الحرب. ولكن ألمانيا نقضت الاتفاقية وجرت أوروبا نحو بداية الحرب العالمية الثانية. رسمت اللوحة بتقنية تعبيرية وبالضربات الفرشاة والألوان المتداخلة والغير مدمجة. في اللوحة مجموعة من العناصر الرمزية، منها وجود طاولة الطعام وحولها موسوليني وهتلر وهي تمثل المعاهدة. ومحور اللوحة كانت نصف البيضة الحمراء والتي تقابل وجه موسوليني، فاللون الأحمر يمثل الخطر القائم بسبب المعاهدة، والبعض يقترح الغزو الألماني لتشيكوسلوفاكيا. أما من الجهة اليمنى يوجد بينيتو موسوليني ووجهه يأخذ الجهة اليمنى كلها. يوجد على الطاولة فأران يهربان. أما الجهة اليسرى فنرى وجه هتلر وكأنه يلقي خطابا مليئا بالكراهية، والبعض قال أن الفر الأيسر خارج من فم هتلر. أما الأسد فهو يمثل إنجلترا، وأما القط فهو يمثل فرنسا، وهم دولتان تتهربان في ذلك الوقت من واجباتهم كقوة حامية. أما في خلفية اللوحة يوجد طائر بلا ريش وطعن بالسكين، وهو يتضح إطلاقه الفعلي للحرية ولكن دون جدوى للهرب. بالقرب من الطير يوجد جسد عاري ملقى على بطنه وذو جناحين، وهو يمثل اليأس. وفي الخلفية توجد نار دليل على اشتعال الفتنة ونكت العقول. وفي النهاية لم تكن نية كوكوشكا إظهار موقف سياسي، بل إظهار اقتراب الحرب العالمية الثانية.